لو سمعنا بسرعة ازاي، لو سمعنا ازاي بسرعة هنشوف ده هتسمعوه. بس خلوني قبل ما اقول لحضراتكم، احنا بنشاهد معا دلوقتي الحوار الخاص اللي ما بين الرئيسين اثناء الجولة في فناء البيت الابيض زي ما بتشوفوهم، وطبعا بيكون بعيد عن الصحفيين، ويعني واضح جدا ان هناك درجة من يعني النفسية المتقاربة بين الرجلين، حتى وإن كان كل منهم يأتي من خلفية مختلفة. خلوني أشاور على النفسية دي، وهنرجع للجزء اللي احنا كنا معنيين بيه. كتير من المحللين في العالم والأمريكان صدروها لكل العالم بما فيها عندنا في مصر، ترامب الشخصية البيزنس مان المتسرع طول الوقت، جريء جدا وبيقول أفكاره وما عندوش حسابات كتير.